قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل من يرى أنه تعب من الوصول إلى هدفه، انظر لمن بدأ حياته وعمره 40 عاما وهاجر وعمره 53 عاما وفتح مكة وعمره 61 عاما وأنار كل الكون قبل الوداع. انظر لمن ولد يتيما وعاش صادقا أمينا وكان أميا وعلم الأمة كل شيء. مرت على هجرته 1443 عاما رحل عن الدنيا وما زال سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.